الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقيدة الوسطى لأبي إسحاق الأندلسي المعروف بالسرقسطي رضي الله تعالى عنه وعن الإمام سيدي أبي عبد الله السنوسي رحم الله الجميع وغفر لهم ونفعنا بعلومهم في الدارين، اللهم آمين. قال رضي الله تعالى عنه: ويلزم أن يكون ذلك بإرادة قديمة عامة في جميع الممكنات خيرا كانت أو شرا لما عرفت قبل في القدرة، وأن تكون إرادته لا لغرض له، وإلا كان ناقصا في ذاته متكملا بفعله، وذلك محال. ولا غرض، يعني لا غرض له ولا غرض لخلقه، ولا لغرض لخلقه، يعني منزهة عن الغرض سواء كان الغرض له أو لخلقه، وإلا لوجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح، يعني لو كان الغرض يعود عليه لكان ناقصا في ذاته متكملا بفعله، هذا محال، لأنه سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته. ولو كان الغرض لخلقه لوجب عليه مراعاة الصلاح والأصلح كما يقول أهل الاعتزال، وهو محال لما سيأتي. وكما استحال أن يريد سبحانه أو يفعل لغرض، كذلك استحال أن يكون حكمه على فعل بوجوب أو تحريم أو غيرهما، يعني كراهة أو ندب أو إباحة من الأحكام الشرعية لغرض من الأغراض، يعني الله تعالى لا يوجب لمصلحة أو لغرض، ولا يحرم لغرض، ولا يجعل الشيء مكروها أو مندوبا لعلة، كل ذلك تتنزه عنه أحكامه سبحانه، لأن الأفعال كلها مستوية في أنها خلقه واختراعه، فتعيين بعضها للإيجاب وبعضها للتحريم أو غيره لا سبب له ولا مجال للعقل فيه أصلا، وإنما يعرف بالشرع، ولهذا كانت تسمى أحكاما شرعية. وبالجملة، يعني على الإجمال لا على التفصيل، فأفعاله تعالى وأحكامه لا علة لها. طب إذن ما نقول في التعليل، يعني في لام التعليل التي توجد كثيرا في الكتاب والسنة، كما مثلا في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة، هذا حكم شرعي أو هذا فعل إلا لنعلمه، أليس هذا تعليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نجد التعليل كثيرا في كتاب الله، فقال: وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل الشرع فمؤول بالأمارات ونحوها مما يصح. يلا يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم شرع في ذكر بقية مطالب الإرادة وما بيننا وبين كونه تعالى مريدا من اللزوم، فقال: ويلزم أن يكون ذلك، يعني كونه تعالى مريدا، أي يلزم أن تكون مريديته تعالى بإرادته، يعني أن تكون مريديته، يلزم أن تكون مريديته تعالى بإرادة بقصد واختيار
يعني هو تعالى مريد لأن له صفة تسمى الإرادة، وليس مريدا لذاته، لأن أهل الاعتزال ينفون الصفات ويقولون هو عالم ولكن لا توجد صفة تسمى العلم، إنما هو عالم بذاته، سميع بذاته، مريد بذاته. لا، هو مريد بإرادة، يعني بقصد واختيار. وهذا المطلب الثاني من مطالب الإرادة الأربعة، كما للقدرة مطالب أربعة، هنا للإرادة مطالب أربعة. الأول أن تكون الإرادة زائدة على الذات، يعني ليست الإرادة هي الذات، وليست الذات هي الإرادة، وليست الإرادة غير الذات، وليست الذات غير الإرادة، يعني ليست عينا وليست غيرا. وهذا في كل صفة من صفاته سبحانه، صفات الذات ليست عينا أو بغير الذات. نعم. والمطلب الثالث أشار إليه بقوله وأن تكون تلك الإرادة قديمة بالخفض نعت للإرادة لاستحالة حدوثها، لأن حدوثها يستلزم حدوث موصوفها وهو الذات العلية. يعني صفة الإرادة زائدة على الذات لا متحدة بها، يعني ليست الإرادة والذات شيئا واحدا. والمطلب الثالث أشار إليه بقوله وأن تكون تلك الإرادة قديمة، قديمة بالخفض، يعني بإرادة قديمة نعت للإرادة لاستحالة حدوثها، لأنه لا يجوز قيام الحوادث بذاته سبحانه. لأن حدوثها يستلزم حدوث موصوفها وهو الذات العلية، وحدوث الذات محال. يعني حدوث الإرادة يستلزم حدوث موصوفها، يعني الإرادة صفة، فلو كانت حادثة لكان الموصوف بها حادثا، كما أن إرادة الإنسان حادثة، والإنسان ليس قديما، إنما هو حادث. يلا. فحدوث الإرادة وحدوث كل صفة من صفاته القائمة بالذات محال، فوجب أن تكون قديمة وهو المطلوب. ثم أشار إلى المطلب الرابع وهو تمامها بقوله وأن تكون عامة التعلق في جميع الممكنات. يعني الإرادة تعم، يعني لا نقول إنه سبحانه وتعالى يمكن أن يخصص بعض الممكنات، لا، إرادته صالحة لتخصيص أي ممكن، يعني أي جائز، الجائزات، لأن الإرادة لا تتعلق بالواجب ولا بالمستحيل دون الواجبات الذاتية والمستحيلات كذلك، خيرا كانت، يعني الممكنات كالإيمان والإسلام والطاعة، فيمكن أن تخص الإرادة إنسانا بالإيمان، يعني يريد الله إيمانه ولا يريد كفره، أو يريد كفره ولا يريد إيمانه، أو يريد طاعته ولا يريد معصيته، أو يريد معصيته ولا يريد طاعته، وهكذا. أو كانت الممكنات شرا، يعني الممكن إما أن يكون خيرا كالطاعة والإيمان والإسلام، أو يكون الممكن شرا كالكفر والشرك والمعصية. وهناك ممكنات لا خير ولا شر ولا طاعة ولا معصية، كالمباح، المباح لذاته ما لم يعرض له عارض أو نية، فيخرج عن دائرة المباح. يعني مثلا المباح هو في ذاته مباح، لكن ممكن يصير يصير حراما بالنية، أو يصير عبادة بالنية. يعني مثلا النوم مباح، لا نقول فيه إنه طاعة ولا لكن لو أن إنسانا نوى أن ينام ليستريح جسده
ثم يستطيع العبادة أو تأدية الحقوق والواجبات التي عليه، فيصير هذا النوم عبادة ويصير طاعة. أما إذا كان الشيء مباحا ونوى مثلا بهذا النوم أن تفوته صلاة العصر، قال سأنام حتى لا أسمع أذان العصر ولا أصلي هذا الوقت وسأظل نائما إلى غروب الشمس، فيخرج وقت العصر ونوى ذلك، يصير نومه معصية، وهو نفس النوم، إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية. نعم. أو كانت ما ليس بخير ولا شر ولا طاعة ولا معصية كالمباح لذاته ما لم يعرف له عارض أو نية. يعني المباح، هذا يمكن أن يعرض له عارض، فإما أن يجعله حراما أو يجعله مندوبا إلى غير ذلك. يمكن المباح يعرض له عارض فيصير واجبا ويصير أيضا حراما، مثلا النكاح والبيع والشراء وما أشبه ذلك. الشراء والبيع مباح، لكن لو واحد مثلا اشترى مثلا طريق يمشي فيه الناس وقطعه، أو اشترى مسجدا وهذه كلها يحرم بيعها، فيصير البيع حراما لا لذاته وإنما لعارض. والنكاح مثلا إذا مثلا نكح ما يزيد على أربع يحرم، إذا مثلا نكح وفي نيته عدم العدل يحرم أو يكره، وممكن يكون مستحب إذا نوى به العفة، وهكذا. فهذه الأمور بحسب النية. ولما أطنب في صفة القدرة بذكر قيود وأدلة وغير ذلك، واختصر في صفة الإرادة شبهها بها لأن حكمها كحكمها، معللا ذلك بقوله لما عرفت، يعني علمت قبل في مبحث القدرة، يعني فكما أنه لا يعقل قادر لا قدرة له، كذلك لا يعقل مريد لا إرادة له. وكما أن القدرة يجب قدمها، يعني كل ما يقال في أحكام القدرة هو نفسه في أحكام الإرادة، يجب قدمها، وإلا لكان ضدها وهو العجز قديما، والقديم لا ينعدم أبدا، فيلزم ألا توجد القدرة أبدا، فلا يوجد شيء من العالم أبدا. يعني لا بد أن تكون الصفات كلها قديمة لتوقف وجوده على القدرة، يعني وجود العالم. وأيضا فلو كانت القدرة حادثة لاحتاجت في حدوثها إلى قدرة أخرى ولزم التسلسل، يعني كل قدرة تحتاج إلى إلى قدرة، فيجب التسلسل وهو أو فيلزم التسلسل وهو محال، كما وجب عموم القدرة لجميع الممكنات، وإلا لزم حدوثها لافتقار إلى المخصص. يعني لو كانت القدرة لبعض الممكنات تكون حادثة، لأن في هذه الحالة ما الذي خصها بالبعض دون البعض؟ وكونها خصصت يبقى تحتاج إلى مخصص، والذي يحتاج إلى مخصص لا يكون إلا حادثا، أو يلزم انقلاب الممكن مستحيلا، كذلك يلزم حرفا بحرف في الإرادة، لأنها أختها مشاركة لها في حكمها، يعني نفس الأحكام التي في القدرة تشاركها فيها الإرادة. فإن قلت يلزم من ثبوت عموم تعلق الإرادة نفيها لزوم المحال،
نسبة الإرادة إلى الفعل والترك وإلى جميع الأوقات على السواء، إذ لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخر وفي الوقت الآخر لازم نفي القدرة والاختيار. وإذا كانت على السواء فتعلقها بالفعل مثلا دون الترك وفي هذا الوقت دون غيره مفتقر إلى مرجه ومخصص لامتناع وقوع الممكن بلا مرجه كما ذكرتم، ويلزم تسلسل الإرادة وهو محال. هنا في شبهة أو اعتراض أجاب عليه إجابة متقنة ومحكمة، يقول: فإن قلت، يعني أيها الخصم أو أيها المعترض، فإن قلت يلزم من ثبوت عموم تعلق الإرادة نفيها، يعني لو قلنا الإرادة عامة التعلق لجميع الممكنات هذا حيترتب عليه نفي الإرادة. ليه؟ لأنه يلزم المحال، وما أدى إلى المحال فهو محال، فيكون إثبات الإرادة محال. كيف ذلك؟ فيقول في بيانه، وبيانه أن نسبة الإرادة إلى الفعل والترك وإلى جميع الأوقات على السواء، يعني كونه تعالى يريد أن يفعل ويريد أن لا يفعل هذا سواء، يعني نسبة الإرادة إلى الفعل والترك متساوية، وإلى جميع الأوقات، يعني يمكن يريد الله أن يوجد زيدا قبل 100 سنة أو بعد 100 سنة أو أقل أو أكثر، فالأوقات كلها متساوية. يعني لا نقول إن الله تعالى يريد أن يوجد شيئا في وقت محدد، لا، الأوقات كلها إيه؟ سواء. يعني لماذا خص وقتا دون وقت وخص الفعل دون الترك؟ إذ لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخر وفي الوقت الآخر يبقى معناه عاجز. يعني مثلا الله تعالى حيوجدني في زمن سيدنا إبراهيم، في زمن آخر هو زمن سيدنا موسى، فإذا تعلقت بوقت ولم تتعلق بالآخر يبقى معنى كده إيه؟ ها؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخر وفي الوقت الآخر لازم نفي القدرة والاختيار، يعني معناها لا يجوز تعلقها إلا بهذا الوقت وإلا بهذا الشيء، يبقى معناها لا اختيار ولا قدرة. وإذا كانت على السواء، يعني هي الفعل والترك سواء بالنسبة لها، لماذا تعلقت بالفعل مثلا دون الترك ولم تتعلق بالترك دون الفعل؟ ولماذا هذا الوقت دون غيره؟ يعني ماذا يريد أن يقول هذا المعترض؟ يقول هذا يحتاج إلى إيه؟ يفتقر إلى مرجح ومخصص. يعني مثلا عندك كوبان من الماء مثل هذا، فأنت مددت يدك إلى واحد ولم تمد إلى الآخر، مع أن الكوبين واحد والماء واحد وهما متماثلان، والقدرة أو الإرادة بالنسبة لهما سواء، يعني يمكن أن تريد هذا ولا تريد الآخر، فلماذا أردت هذا ولم ترد الآخر، أو أردت الآخر ولم ترد هذا؟ يعني هذا معناه بيسموه تعليل الإرادة. تعليل الإيه؟ الإرادة، يعني افتقارها إلى مرجح وإلى مخصص لامتناع وقوع الممكن بلا مرجح كما ذكرت. يعني مثلا إنسان يطاردك وأنت تريد الهروب منه، تريد الفرار، وأمامك طريقان، شارع يمين وشارع شمال، فأنت فررت ناحية الشمال ولم تفر ناحية اليمين، وكان من الممكن أن تفر إلى اليمين، إذن وقوع الممكن هذا اللي هو فرارك إلى اليمين أو إلى الشمال دون اليمين هذا ممكن وهذا ممكن، فكونك خصصت ممكن دونه يحتاج إلى مرجح أو مخصص. طب لو قلنا أن المخصص أني مثلا رأيت أن هذا الطريق أفضل، ف
فيقال لماذا هو أفضل؟ فأيضا ما الذي جعله أفضل من غيره؟ فهذا يحتاج إلى مخصص، ولو ذكرنا المخصص حيحتاج إلى مخصص. فيلزم تسلسل الإرادة، يعني الإرادة تحتاج إلى إرادة، والتي قبلها تحتاج إلى إرادة، والتي قبلها تحتاج إلى إرادة، وهكذا دون توقف. فهذا يسمى التسلسل وهو محال. فما هو الجواب؟ الجواب إن الإرادة تتعلق بالمراد لذاتها من غير افتقار إلى مرجح آخر. يعني مثلا لو أنك سألتني هناك كوبان، لماذا اخترت هذا الكوب ولم أختر، أنا أردت أن أكتب فوجدت قلمين سواء، هذا يكتب وهذا يكتب، وهذا أزرق وهذا أزرق، فأنا مسكت واحدا وكان يمكن أن أمسك بالآخر. فإذا قلت لي لماذا اخترت هذا السؤال، لا جواب له، لأن الاختيار، لأني اخترت لأنني مختار، لأنه عندي صفة الاختيار. فلو قلنا اخترت لأن الاختيار يحتاج إلى اختيار، هذا يلزم التسلسل. فلكونك مختارا اخترت، ولكونك مريدا أردت، فالإرادة لا تحتاج إلى إلى تعليل، لأن تعلقها بالمراد ذاتي، يعني لذاتها، لذات الإرادة، لأني لولا أنه عندي إرادة ما أردت. فلا يقال لماذا أردت، لماذا أردت؟ لأني مريد. لماذا اخترت؟ لأني مختار. إذن فالاختيار أو الإرادة أمر ذاتي من غير افتقار إلى مرجح آخر، لأن شأن الإرادة التخصيص، لأنها صفة شأنها التخصيص. فكأنك سألت لماذا كانت الإرادة إرادة، هل هذا سؤال؟ أو مثلا تقول هذا الكوب لماذا هو كوب، أو لماذا كان الشيء شيئا، أو لماذا كانت الأرض أرضا، أو كانت ذهب، هذه أسئلة لا تعلل، هذا ذاتي، اسمه أمر ذاتي في الشيء، لأنها صفة شأنها التخصيص والترجيح للمساوي والمرجوح، وليس هذا من وجود الممكن بلا موجد وترجحه بلا مرجح في شيء. يعني هذا ليس من هذا، كون الممكن يحتاج إلى مرجح، صحيح، من هو المرجح؟ هو الإرادة. فالإرادة نفسها لا تحتاج إلى مرجح، لأن الترجيح فيها أمر ذاتي بخلاف الممكن، الترجيح فيه ليس ذاتيا ولكنه راجع إلى الإرادة. فإن قلت فمع تعلق الإرادة لا يبقى التمكن من الترك وينتفي الاختيار. يعني مثلا الإرادة تعلقت بإيجاد زيد، صحيح؟ طب ما هو الطرف الآخر؟ ترك إيجاده. فإذا تعلقت بالإرادة، فمع تعلق الإرادة يعني بالفعل أو بالإيجاد، لا يبقى التمكن من الترك. وأنتم تقولون هو قادر على إيجاد الفعل وعلى تركه، أو هو يريد فعله أو يريد تركه. طب إذا تعلقت الإرادة يبقى إذن انتفى لا يبقى التمكن من الترك وينتفي الاختيار، أصبح وجود زيد إذا تعلقت به الإرادة أمر واجب، يبقى ما فيش اختيار. فالجواب قد تقرر أن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار، يعني كونه أوجده سبحانه وتعالى بالاختيار هذا تحقيق للاختيار وليس نفيا له، لأن الإرادة قبل التعلق كان الأمران متساويين، لكن إذا تعلقت انتهى الأمر، فيصبح الوجود واجب، ولكنه واجب ليس ذاتي وإنما واجب لغيره نظرا لتعلق الإرادة. فإن قلت
إن الإرادة لا تبقى بعد الإيجاد ضرورة، فيلزم عدم القديم وهو محال. فإن قلت إن الإرادة لا تبقى بعد الإيجاد ضرورة، خلاص ربنا أراد أن يوجد زيدا فأوجده، إذن فلا إرادة بعد الإيه؟ بعد الإيجاد، فيلزم عدم القديم. يعني أراد الله تعالى أن يوجد زيدا فأوجده، إذن انتهت الإرادة، لا إرادة، خلاص تم. طب وأنتم تقولون إن الإرادة قديمة وبعد إيجاد، ربنا أراد خلق العالم ثم خلقه، إذن انتهت إرادته، وكونها تنتهي يعني معناها انعدمت، والقديم لا ينعدم، فيلزم عدم القديم وهو إيه؟ محال. فالجواب إنها صفة تتعلق بالفعل وتتعلق بالترك، وتخصص ما تعلقت به وترجحه، وعند وقوع المراد يزول تعلقها الحادث مع بقائها بحالها وبقاء تعلقها الصلاحي بحالها أيضا. يعني الجواب هنا لازم نفهمه جيدا، أن الذي زال بعد الإيجاد ليس هو الصفة، إنما هو التعلق، والتعلق أمر اعتباري، يعني لا ضرر من زواله، الذي زال هو التعلق وليس الصفة. فالجواب إنها صفة تتعلق بالفعل وتتعلق بالترك، فتخصص ما تعلقت به وترجحه، وعند وقوع المراد يزول إيه؟ تعلقها الحادث، لأن الإرادة لها كم تعلق؟ 3 تعلق، صلاحي أو صلوحي قديم، وتعلق تنجيزي قديم، وتعلق تنجيزي حادث. فالذي زال هو التعلق التنجيزي الحادث مع بقائها بحالها وبقاء التعلق الصلاحي، ينفع تقول الصلاحي والصلوحي واحد، بحاله أيضا، وبهذا يندفع ما يقال إنها لا تكون بدون المراد، فيلزم من قدمها قدم المراد. أو برضو في اعتراض ثاني يقول لك كيف تكون هناك إرادة بدون مراد، يعني معنى هذا إذا كانت الإرادة قديمة لابد أن يكون المراد قديما، فاندفع هذا بأن الذي زال اللي هو المراد ده هو التعلق التنجيزي الحادث، فيلزم من قدمها قدم المراد، فيلزم قدم العالم، لأن المراد هو العالم، على أن قدم المراد لا يوجب قدم العالم. يعني لو قلنا إن المراد قديم فلا يكون العالم قديما، يعني قدم المراد لا يوجب قدم العالم، لأن معناه أن الله يريد تعالى في الأزل إيجاد العالم وإحداثه في وقت، يعني الله تعالى في الأزل أراد ومراده هو إيه؟ هو إيجاد العالم، ولكن ليس في الأزل وإنما فيما لا يزال، يعني في وقت، فلا يلزم من قدم المراد قدم العالم، ويشكل بإيجاد الزمان إلا أن يجعل أمرا مقدرا لا تحقق له في الأعيان. يعني هنا في مشكلة، يعني نحن نقول كده الله تعالى في الأزل يريد أن يوجد العالم في وقت، والوقت هذا لا يكون في الأزل وإنما الأوقات فين؟ فيما لا يزال، فما فيش مشكلة هنا، إنما المشكلة إذا قلت لك كيف يوجد الزمان نفسه في وقت، هنا في مشكلة، لأن الزمان هو الوقت. فلو أراد الله تعالى أن يوجد العالم في وقت ما فيش مشكلة، لأنه الأوقات كثيرة. طب في مشكلة، هل الزمان نفسه الله أوجده؟ هنقول إيه نعم. طب
يبقى كده أوجده في وقت. كيف وهو هو نفسه إيه؟ الوقت. فالجواب عن هذا أن الزمن عند أهل السنة ليس أمرا موجودا، إنما هو أمر مقدر لا حقيقة له في الأعيان. يعني الزمان عند المتكلمين عبارة عن إيه؟ شيء اعتباري وليس له تحقق في الخارج. يعني الزمان اسمه كده إيه؟ مقارنة أمر موهوم لأمر معلوم إزالة للإبهام أو الإيهام بهذه المقارنة. يعني كأن الزمان عبارة عن مقارنة حادث لحادث، فإذا قارنا بين حادثين انتزع العقل شيئا اسمه الزمان. يعني مثلا ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ولد في إيه؟ في عام الفيل. فالولادة حدث وعام الفيل حدث، فإذا كان حادث وقورن بحادث آخر نعرف الزمان. أما إذا لم يكن هناك حادث يعني متجدد فليس هناك زمان. ولذلك في الأزل يعني في وجود الله الأزلي ليس هناك تجدد وليس هناك حوادث فليس هناك زمان. إذن فالزمن ده شيء مقدر وليس محقق، إذن فيزول الإشكال. ولهذا قال إلا أن يجعل يعني الزمان أمرا مقدرا لا تحقق له في الأعيان. ومن هنا علم أن للإرادة تعلقين، أزلي وحادث تنجيزي، كما للقدرة سواء. ويمكن أن نقول إن الإرادة لها كم تعلق؟ ثلاثة: سلوحي، قديم، تنجيزي. قديم، تنجيزي، حادث. وبالجملة مع إجماع أهل السنة على أن الكائنات كلها إنما تقع بإرادة الله تعالى، ولا فرق في ذلك بين الكفر والإيمان ولا بين الطاعة والعصيان، اختلفوا في جواز إطلاق إرادة الله كفر زيد وزنا عمرو ومنعه طلبا للأذى معه تعالى. يعني أهل السنة يوقنون ويصدقون أن جميع الكائنات تقع بإرادة الله، ولا فرق في ذلك بين الكفر والإيمان. يعني الكفر مراد لله، والإيمان والطاعة مرادة، والعصيان مراد، ولكن اختلفوا في جواز إطلاق. يعني لا نقول كده الله تعالى أراد كفر زيد أو أراد زنا عمرو أو أراد أن يسرق فلان، هذا لا نقوله من باب الأدب مع الله تعالى. ومنعه يعني نمنعه طلبا للأدب معه، فنقول الله يريد كل شيء، ولكن لا نقول الله يريد الشر أو يريد الزنا أو يريد كذا، لا نقوله من باب الأدب. ونفرق بين مقام التعليم وغيره. يعني في مقام التعليم نقول كذا يريد الزنا، يريد القتل، يريد كذا في التعليم، إنما في مقام الأدب نمنعه. ففي فرق بين مقام التعليم وبين مقام الإيه؟ لأنه لو ما علمناش الناس أن الله يريد الشر كما يريد الخير لاعتقد الناس أن للشر إلها آخر، وهنا يبقى حيقع في الشرك. فإذا وقع يعني في سوء الأدب أولى من أن يقع في الشرك، أفضل من أن يكون مشرك. يعني لو خيرت بين أي أن تكون لست مؤدبا عديم الأدب أو أن تكون مشركا، ماذا تختار؟ قلة الأدب أهون. فهذا في التعليم لا بد منه حتى لا يعتقد الناس عقائد باطلة. أما إذا كان الإنسان يعتقد أن كل شيء بإرادة الله فيمنع من إطلاق ذلك على الله من باب الإيه؟ من باب الأدب. ولذلك قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال قبله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من، قل كل من عند الله. يعني هذه من عند الله وهذه من، لكنك إيه
تنسب الخير إلى الله من باب الأدب وتنسب الشر إلى نفسك. وعلمنا هذا سيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا إبراهيم عند السفينة، قال إيه؟ فأردت أن أعيبها، ولم يقل ولم ينسب العيب إلى الله، ما قال فأراد الله أن يعيب، لا، وقال إيه سيدنا إبراهيم؟ الذي خلقني فهو، والذي هو يطعمني ويسقيني. كان ممكن يقول إيه؟ وإذا أمرضني، ويكون صحيح، بس لا يكون إيه؟ لا يكون فيه أدب معه. فقال وإذا مرضت، فأسند المرض والضرر والخسارة إلى إيه؟ إلى نفسه. واستحسن هذا المصنف رحمه. ويلزم ويلزم أن تكون إرادته الأزلية تبارك وتعالى لا لغرض، يعني باعث وحاجة وعلة له تبارك وتعالى، يعني ليس هناك شيء بعثه أو علة أو أنه محتاج فأراد هذا الشيء. يعني لماذا أراد الله خلق السماوات والأرض؟ هل هناك مصلحة؟ هل كان هناك نقص أراد الله أن يكمله؟ هل هناك نفع يعود على الله؟ كله يعني إرادته لا لغرض، يعني لا لباعث، حاجة، علة، كل ده مستحيل. إذ يستحيل أن تكون إرادته تعالى لغرض من الأغراض في وجود فعل أو في إعدامه، بل هو جل وعلا مختار فيهما، يعني فعل ذلك لأنه مختار وليس لغرض. يعني واحد يقول لك لماذا خلق الله العالم؟ تقول لأنه أراد أن يخلقه، ولا يسأل عما يفعل، وليس هناك مصلحة أو منفعة أو شيء يعود عليه تعالى. واستدل على هذا المطلب بأن الغرض إما أن يعود إليه تعالى أو إلى خلقه. ممكن واحد كمان يتفلسف أو يعمل نفسه عالم وهو جاهل، يقول لك لا، في أغراض أو في شيء لا يعود عليه وإنما يعود على خلقه، برضو أيضا هذا ممنوع. يعني ليس هناك شيء يعود عليه، ها؟ وليس هناك شيء يعود على خلقه، لأنه لو كان الغرض حيعود عليه حيبقى فيه إيه؟ ها؟ فيه نقص، في ذاته نقص. طب ولو كان يعود على خلقه يبقى حاجب الإيه؟ مراعاة الصلاح والإيه؟ والأصلح. خلاص كده؟ يعني لا أغراض لا له ولا لغيره، لكن لا ننفي عن إرادته أو عن أفعاله تعالى العلل والأغراض، لكن لا ننفي الحكمة المترتبة على ذلك. إذن فما هو في كلام الشرع أو كلام أهل العلم مما ظاهره العلل والأغراض، هذا مؤول بإيه؟ بما رتبه الله تعالى على ذلك. يعني مثلا يقول لك إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. هل هذا الماء هو العلة في إخراج الثمرة؟ كان يمكن أن يخرج الله تعالى الثمرات من غير الماء، لكن الله رتب خروج الثمرات على إنزال الماء، فشيء ربطه الله تعالى بشيء وشيء رتبه على شيء، فجعل هذا مرتبا على هذا. يعني مثلا وقت الزوال، عندما تزول الشمس يجب وقته صلاة الظهر. هل معنى هذا أن الوقت هذا علة، زوال الشمس ده علة في الصلاة؟ لا، ده هو علامة، لأن الخلق لا، ربنا أوجب الصلاة وجعل لها وقتا، فجعل زوال الشمس ده علامة على دخول الوقت، علامات يعني أمارة. واضح الكلام؟
نتوقف عند الكلام في الأغراض والعلل، هذا يحتاج إلى مباحث طويلة، وهناك إشكالات وردود على بعض الشبه، فنؤخرها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل مخلوقات محمد وعلى صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذات.